قاموا بسرقة أموالي 60,000 دولار، ما يقارب أكثر من 5 ملايين، ومحابس فضة 2، وسوارات ذهب 4، ونقال هواوي، وقلادة ذهب، واستغلوا عدم وجودنا بالبيت وقاموا بضرب الطفل. أناشد، وهذا البوفية شلون كسروا القفل، هاي كسروا القفل، هذا كسروا القفل، وهاي غراض البيت، شوف شلون مبعثرة، لعبوا بينا لعب يوم الأربعاء 18 على ليلة 19 الخميس. ما شرطة الموافقية ظلوا برا، بس الأفواج صعدوا فوق برتبة المقدم، وها شوف شلون سووا بالغرفة، سووا بيها وكل شيء ما نملك، إن هذني الفتيسات ضامينهن الزواج ابني، وخذوهن وراحوا. أناشد السيد وزير الداخلية، السيد قائد الشرطة، التدخل شخصيا بإعادة المبلغ المسروق والمصوغات الذهبية من هذه المفرزة.